الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. شراكة مع دار الشباب النموذجية بالمنصورة، مع نادي أعضاء التربية على المواطنة بمعهد عقبة، اللي هما فئة من الشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة. الشباب هذوما قاعدين يحضروا معنا في حصص توعوية حول مواضيع مختلفة، ومواضيع خاصة اجتماعية ونفسية، كيف مثلا مواضيع الحرقة، مواضيع الجسد، مواضيع أهمية الفن في الشباب. دوك برشا مواضيع اللي الحق أثارت انتباه برشا شباب، صلحنا بها برشا معلومات، خاطر نعرفوا اللي هو الشاب اليوم هو مواطن الغد. دوك قاعدة برشا عملنا برشا حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الشباب هذوما، هما بيدهم بدورهم كانوا منخرطين في المواضيع هذوما، وكانوا يقوموا بأنشطة لفائدة المواضيع هذوما. ما شاء الله، معناها دور الشباب الكل قاعدين يتفاعلوا بطريقة إيجابية مع الجمعية هذية. دوك اليوم وصلنا بشراكة مع 3 دور شباب، وإن شاء الله المستقبل دوك باش نكملوا دور الشباب أخرين. لا إلا شيء على خاطر الشباب لقى نفسه في المواضيع هذوما، ولقى إقبال كبير على المواضيع هذية، خاصة إن هما مواضيع مبنيين على معلومات علمية، والمواضيع هذوما ديجا قاعدين يبحثوا عليهم التلاميذ، دوك عندهم الانتماء للموضوع. عنا هذا العام الثاني خدمنا عملية في السنة الدراسية 2020-2021، وخدمنا 2021-2022، كان المحاور متعدة، خدمنا على برشا محاور لتمس الشباب بصفة عامة، خدمنا على الحرقة، خدمنا على وسائل التواصل الاجتماعي، خدمنا على المؤثرين، خدمنا على برشا، وخدمنا على البيئة، خدمنا على المناخ، خدمنا على برشا مواضيع تهم الشباب. هي مقترحتها لابيك، هي جات مقترحة من لابيك، اللي هم عملوا اجتماع تقييمي واختاروا معناها الأعضاء متاع لابيك الكل في مكامل الجمهورية، تلموا واختاروا المواضيع اللي تمس الشباب. الحقيقة كانت حصص يعني قامت بتنشيطها مدام سونيا الجبالي الأخصائية النفسية، حصص لاقت إقبال، ونجم نقول إنه حماس حتى من جانب التلامذة النادي، أعضاء النادي. علاش؟ لأنه المواضيع بالأساس هي تمس الشباب، مواضيع كانت فيها تفاعل حتى مع بين الشباب ومدام سونيا، مواضيع كي نقولوا الحرقة، كي نقولوا الإدمان الإلكتروني، كي نقولوا الجسد، علاقة الشباب بالجسد، يعني بالحق العديد والعديد من المواضيع. الحاجة المميزة في الأنشطة هذه أنها كانت مواضيع متنوعة، ما مستش كان الجانب مثلا اجتماعي، بس الجانب الثقافي، تمس الجانب البيئي، الجانب الاقتصادي، يعني غلاء المعيشة. الأنشطة هذه تقدم برشا فوائد للتلميذ ولا لأي شاب في عمرنا. أول حاجة استفدنا منها أن وقت فراغ تعبأ، ثاني حاجة أنهم فادونا في برشا مواضيع، منها البيئة والرسكلة وكيفش الحرقة وبرشا حاجات فادونا، علاقة الجسد، علاقة الفرد بالمجتمع، برشا حاجات خلونا نتواصلوا مع حاجات هكا عمرنا ما شفناهم. فكرة هي اقترحتها علينا مدام سونيا ومدام فرجانية في دار الشباب اللي هي تتبنى في النشاط هذا، والله كان نشاط ممتاز برشا برشا. والفكرة من انه احنا وكبل النشاط هذا بطبيعة هي نقلت لنا مدام فرجانية، واحنا لقينا الامبيونس انا واصحابي كل الامبيونس حلوة برشا مع مدام سونيا اللي هي مؤطرة ممتازة برشا الحقيقة، مش مجاملة فيها، كانت امنا واختنا صاحبتنا، تتعامل معنا مع فاسونق على قدم خاخنا وأكبر، ماهيش ترى فينا كوننا دي جون صغار. المواضيع اللي ناخذوهم مهمين برشا برشا، منهم مواضيع الجسد والحرقة ومواضيع أخرى برشا اجتماعية. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.